فوق الجميع. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، وقع النادي الأهلي عقد استضافة بطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات اليوم في مؤتمر صحفي موسع أقيم بمقر النادي بالجزيرة. حضر المؤتمر العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الجرحي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وعمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي وخالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ومنير بن سليمان نائب رئيس الاتحاد الأفريقي. نتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي. يعني هو الحقيقة هتقام البطولة بالنسبة للسيدات من 5 ل 15 مارس، يعقبها تنظيم بطولة الرجال من 25 مارس حتى 6 ابريل. من المتوقع مشاركة حوالي 16 فريق بالنسبة لبطولة السيدات، اما بطولة الرجال بيبقى حوالي 24 فريق هيشارك بإذن الله. التفاصيل العقود دي ثابتة، يعني هناك لوائح تحكم هذا الأمر في الاتحاد الأفريقي لا يمكن الحيادة عنها، وتم مناقشتها بين الطرفين الاتحاد الأفريقي والنادي الأهلي. وطبعا احنا بالنسبة لنا كنادي أهلي هذه العقود بتراجع مراجعة جيدة من الشؤون القانونية والشؤون المالية والتسويقية، وتم رجوع بنودها واتفق الطرفين على كل شيء، ما كانش في اي مجال للاختلاف بيننا وبين الاتحاد الافريقي، ودي النسخه اللي تم توقيعها النهارده، وتم توضيح حقوق كل طرف من الطرفين. يعني شيء يسعدنا كلنا، نادي القرن نستضيف اكبر حدثين للانديه في افريقيا، نادي الاهلي صرح رياضي عظيم بما يملك من امكانيات بشريه وبنيه تحتيه واداره، عنده كل المميزات اللي يقدر ينجح اكبر بطوله. وانا من منبركم هنا اسمحوا لي ان انا بقول اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يقدم لبطوله العالم للانديه، لانه يملك كل الامكانيات ان احنا ننظم بطوله العالم للانديه، سواء المستوى الفني الكبير للفرق الموجودة أو الإمكانيات للتنظيم. وإن شاء الله أطمح في يوم من الأيام إن إحنا يكون بطولة عالم للأندية هنا في بيتنا الثاني النادي الأهلي في مصر. لجنة الاستقبال إحنا أبدينا بلاء حسن في استقبال الأستاذ منير بن سلمان نائب رئيس الاتحاد التونسي ومستر موري كيتا نائب رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الغينيا. طبعا يعني أنا شايف إن هم أول ما هم شكروا ان استقبالهم كان في اي بي وكان استقبال جيد جدا ليهم يليق بيهم وبسمعتهم يعني. لكن بالنسبه للفرق طبعا الفرق يعني ممكن توصل لبطوله الرجال ل 24 فريق، يعني ممكن توصل ل 24 فريق. احنا عاملين تجهيزاتنا، مش عايزين يفوتنا الحدث، وما يعني نشكر الاستاذ محمد الجرحي رئيس اللجنه العليا المنظمه والاستاذ محمد الضماطي نائب رئيس اللجنه. انا مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا بادئين بدري، يعني كل البطولات دايما بنبدا قبليها ب 20 يوم او شهر، احنا بادئين من دلوقتي. يعني احنا لغايه دلوقتي عاملين 4 اجتماعات، وانا شايف ان هم متحمسين جدا وفكرهم عالي قوي، والاستاذ محمد الجرحي على طول متابعنا، يعني حتى هو في الامارات حضرتك كان متابعنا هو الاستاذ محمد الضماطي، وده طبعا يعني انا شايف ان الاندفاع الحماس ده تمام. حتى احنا يعني زي ما بيقولوا سخنا ان احنا سخنا بدري، واخد بال حضرتك ان احنا نطلع ببطوله جيده. النادي الاهلي هو اللي كان اسس البطوله دي في سنه 80، اول بطوله افريقيه نظمت كانت هنا في النادي الاهلي، وباشتراك 4 انديه فقط، يعني 4 انديه في سنه 80. فضلت البطوله دي بشكل زي ما اقول لك مثلا في بطولات افريقيا للانديه، بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري بتاعت زمان اللي كانت بنظام خروج المهزوم لغايه ما وصلت لسنه 96 واتغيرت لدوري ابطال افريقيا، بقت نظام مجموعات وكلام من ده. فارق بين ما قبل سنه 97 وما بعد. اكبر شرف ليا ان انا اقف في النادي الاهلي بيتي وادي البطولتين، بس طبعا عايز اقول ان النادي الاهلي حصل على هذه البطولات عن طريق مزايدة افريقية عالمية، وبالتالي خدها عن حق. وانا اعتقادي ان النادي الاهلي اكبر مؤسسة رياضية في افريقيا والشرق الاوسط، هتقوم بالتنظيم على اعلى مستوى،
واحنا كلنا ايد واحده. واعتقد ان النادي الاهلي بخبرته وبجماهيره والتزام جماهيره قبل حضورها هو اللي هيدي صوره كامله للنهضة الرياضية والحضارية لمصر إن شاء الله. فخر لنا كاتحاد مصري إنه الأهلي هو اللي ينظم البطولتين دول، لأنه دي ثقة في مصر كاتحاد مصري وفي الأندية بتاعتها كمان، لأنه دول أقوى بطولتين زي ما أنا قلت قبل كده، إنه دول أقوى بطولتين موجودين في البطولة في الدوري الأفريقي أو في الاتحاد الأفريقي. كون إن هو الأهلي هو اللي ينظم البطولتين دول ثقة كاملة وكبيرة جدا في النادي الأهلي، وإحنا على كل ثقة إنه النادي الأهلي هينظمهم، وزي ما قلت هيفوق التوقعات اللي مطلوبة كمان حتى من الاتحاد الأفريقي. واحنا كاتحاد مصري زي ما بقول قبل كده برضو انه هيساعد باي امكانيات هو عايزينها للاتحاد الاهلي، لان احنا نعمل مجموعه واحده لانجاح هذه البطولتين. انا سعيد جدا بتواجدي باتحاد مصر، ثم انا سعيد جدا ايضا بمساهمتي في حفل توقيع اتفاقيه التنظيم بتاع البطوله هذه بالنسبه للنادي الاهلي، وسعيد ايضا بالتعامل مع النادي الاهلي، لانه بالتعامل مع النادي الاهلي 100% مش نكونوا متعاملين بنجاح ومشكون البطولة في مستوى جيد. وهذا ما لمسته أثر القيام بعملية التفتيش على المنشآت والفنادق والتأكد من طريقة التنقل متاع الفرق، والناس كل تعرف أن الاعتماد على هذه المواضيع هو أساس نجاح الدورات. متأكد أنه النجاح مش يكون حليفنا في هذه الدورات هذه، ومتأكد أيضا أنه التعاون مع النادي الأهلي والاتحاد المصري مش يكون جيد، لأنه النادي الأهلي والاتحاد المصري عندهم خبرة كبيرة في التنظيم هذا، نظموا كم من بطولة عالم وكم من بطولة أفريقية وكم من بطولة عربية، ولذا أنا متأكد من النجاح وسعيد جدا. ونقول للجماهير المصرية الشغوفة بالكرة الطائرة أنه بشكون على موعد مع مباراة جد ممتازة، سواء كان في السيدات أو في